وصلنا لمساحتنا الإنسانية نعم. والتطوع سالي مثل بحلقاتنا الرمضانية دائما، أكيد بيزداد حضورها خلال شهر الخير والبركة بهمة شباب سوريا وشاباتها. اليوم رح نتعرف على عمل جمعيتين عم يتواجدوا بالميدان خلال شهر رمضان المبارك. نحكي أكثر عن تفاصيل هالموضوع، أعمال الجمعيتين. طبعا صباحنا غير رح يكون مع حنان أبو راشد مديرة مشروع الصيام عليك والفطور علينا بجمعية الشباب الخيرية، وسهيلة محتسب الله مدير مشروع مطبخ حبة بركة بجمعية جذور. رمضان كريم وصباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم حنان وسهيله. يعني دائما نحن متعودين على المبادرات، وكيف اذا كانت هالمبادره بشهر الخير شهر رمضان المبارك، يعني هي خلينا نقول تحتسب اضعاف. خلينا نحكي عنها هلا. رح نبدا معك حنان ونحكي، حضرتك مديره مشروع الصيام عليك والفطور علينا، يعني بهالوقت وهذا التوقيت كان جدا لازم خلينا نقول ومناسب. احكي لنا هيك شوي عن التحضيرات من البدايه، نصصنا رمضان ما حسينا، كيف كانت التحضيرات؟ هلا نحن من اهداف جمعيتنا الاساسيه هي رعايه الفقراء والايتام والاحتياجات الخاصه، ونحن انطلاقا من هذا المبدا مستمرين بمشروع الصيام عليك الفطور علينا لسنته الخامسه. لهدفه الأساسي هو رعاية الفقراء والأسر المحتاجة. نعم. عن طريق تقديم سلال غذائية تحوي على مواد تموينية لأسر الأيتام والاحتياجات والأسر أشد فقراء مسجلين عنا بالجمعية. طبعا قبل الشهر الكريم كان في عنا كشوفات تحضيرات للداتا أكيد. كل هالقصص. نعم. إذا الصيام عليك والفطور علينا هو سلة غذائية مقدمة للناس اللي بهالظروف صعبة محتاجة شوية دعم، خلينا نقول معنوية من السوري للسوري. خلينا كمان نروح لسهيلة ومطبخ حبة بركة. حبة بركة ما هيك؟ طب خبرينا منين اجى الاسم، شو اهدافه وكيف نظمتوا هاي الفعل؟ خليني اقول لكم صباح الخير، رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والبركة. مطبخ حبة بركة المغزى منه كل حبة يكون فيها بركة. هدفنا دائما نقدم المساعدة لكل انسان محتاج المساعدة ودعمه بنفس الوقت. اهدافنا بشكل عام دعم نفسي واجتماعي للمرأة والاطفال، تمكين شريحة من المجتمع. نعم. ودعم بعض المشاريع الصغيرة التي تعود بالنفع على الجمعية والمستفيد. مطبخ حبة بركة دائما بيفتح أبوابه ببداية شهر رمضان المبارك، بنحاول نوصل فيه للأسر العائلات المتعففة والأسر ذوي الدخل المحدود لنساعدها، ونحاول ندخل البهجة لقلوب أصحابها. مشروعنا عبارة عن مطبخ حاليا، نحن لمدة 5 أعوام كنا مستمرين بهذا المشروع بكل شهر رمضان. حاليا اخذين مطبخ بدمر الشرقية، عم نطبخ يوميا ما يعادل 500 ل 600 وجبة، ونزور 250 عائلة. كيف عم توزعوها؟ نعم. كيف عم توزعوها؟ بمناطق متفرقة ضمن دمشق وريف دمشق. عم نتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية. هذا الحديث اللي نحكي عنه، في عمليات تشبيك يمكن بيناتكم انتم كجمعيتين مع بعض. تماما. يعني يمكن بتقدموا لهم لتقدموا لهدول العالم. تماما. خلينا نحكي عن الفكر التطوعي حنان، يعني نحن بالبداية الأزمة على سوريا، خلينا نقول الحرب كانت الإرهابية اللي استهدفت سوريا الغالية، كان أيضا العمل التطوعي هو شيء حلو كان بهذا الوقت. مزبوط. وما زال هلأ، يعني نحن ما خلصنا من العمل مزبوط. التطوعي، ورح يضل الفكر، أكيد الفكر ما بيروح لأنه أكيد. خلينا نحكي عنه خاصة بشهر رمضان المبارك. هلأ العمل التطوعي هو أساس أي مجتمع والشيء اللي بيميزه. يعني بدك تحكي لنا بس انتم كشباب الافكار التطوعيه عندكم ما زالت متجدده، كيف بشهر رمضان عززتوها؟ يعني هيدا الفكره انه ما زالت متجدده، لسه عندكم روح التطوع، لسه عندكم الروح انكم تعطوا قد ايه العطاء حلو. اكيد اكيد. من خلال الفرحه اللي عم بتشوفيها بوجوه العالم وانت عم تعطيها السلال، عم تعطيها الوجبات،
الدعاء اللي عم تسمعي منه هذا الحديث. نعم. فهي يمكن شيء بيحفزكم انه تضلوا عم تقدموا. حلو العطاء، حلو العطاء ان كان مادي او معنوي. مزبوط. خلينا ننتقل مدام سهيله وكمان نحكي عن التشبيك مع جهات اخرى لانجاح الفعاليات، وخاصه برمضان بنعرف بدها كثير من المصاريف وكثير من التحضيرات، وخاصه يعني ايد لحالها ما بتصفق مثل ما بنقول. فخبرينا، صار في تشبيك مع جمعيات؟ كلمتين صغار عن العمل التطوعي من اهدافه بشكل عام، هو تعزيز الثقه عند المتطوع، اكتساب خبرات جديده، ومن اهمها تعزيز العمل الجماعي، وانه يشتغل الفريق يعني كروح وحده. هذا الشيء نحن طبقناه ضمن كادرنا وطبقناه مع الفرق والجمعيات الاخرى، تعاوننا بشكل فعال، مشكورين جمعيه الشباب الخيريه، طلعنا لعدد من المرات بالتوزيع، كانوا عم يدعمونا اوقات بالداتا من عندهم وتامين مواصلاتهم، المواصلات لحتى نروح للمناطق البعيده، لانه زرنا عدد كبير من المناطق بريف دمشق، استفدنا من بهذا الشيء. وحتى باوقات كثير كمان لما كنا يعني ينقصنا مواد او اي شغلات، كان مجرد اتصال بيننا وبينهم خلال ربع ساعه او نص ساعه يكونوا متواجدين معنا وعم يلبوا النداء. هذا الشيء بيرجينا قد ايه نحن بحاجه بعض، قد ما كنا مستعدين وجاهزين. صحيح. دائما لازم تكون ايدنا بايد لحتى اكيد يستمر العمل. اكيد لحتى يستمر. يعني لقيتوا ايضا تجاوب من مؤسسات الحكوميه؟ أكيد. كلها تمام، كثير منيح. خلينا نرجع ننتقل لك حنان، نحكي قلتي لنا انه بيقولوا مشوار الألف ميل بيبدا بخطوه، يعني على مدار الخمس سنوات مبادرتكم هي قائمه. هل حسيتي اول شيء يمكن بلش فيها شو بدنا نعمل بصعوبه شوي، احيانا بدنا نضيع، احيانا بنحط اجنده عمل، الظروف الخارجه عن ارادتنا تعرقلنا للشغل. بعد خمس سنين هل لقيتوا الشغل خلص بلش هيك يمشي احسن، رغم انه في صعوبات، في صعوبات بالمواد الغذائيه وايضا هلا بالمواصلات ايضا؟ تمام. هلا الصعوبات ما في صعوبات ابدا، يعني الحمد لله. بطريقه العمل بس نحن نشاط الجمعيه توسع، يعني مثلا بين ما كنا نخدم بس منطقه دمشق صرنا نخدم منطقه دمشق وريفا وباقي المحافظات على هو انتشار الجمعيه باللاذقيه وطرطوس كمان. حلو حلو. طيب مدام سهيله خبرينا في اشياء جديده بعد رمضان، يعني جاي العيد بعده كمان، خبرينا في هيك الصيف بقى ببلش، في فعاليات جديده، نشاطات جديده؟ اكيد. بس قبل ما اطلع من شهر رمضان، شهر رمضان هلا نحن بالاضافه لتوزيع الوجبات الغذائيه المتنوعه بالفائده والنوع، في عندنا توزيع بعض السلل الغذائيه وبالاضافه لمبالغ ماليه للاسر المحتاجه. بعد شهر رمضان نحن دائما على مدار العام نستغل المناسبات لحتى ندخل الفرحه لقلوب الاخرين ونثبت وجودنا. مشاريعنا ذات اهميه اكبر بعد شهر رمضان هو اطلاق كافيه سوسيت، اللي كان هو عباره عن كافيه مؤقت بالاعوام الماضيه. شفناه. تماما. هلا ان شاء الله قريبا بدعم من السيد محافظ دمشق تخصص مكان لنا وعم ناسس له لهذا الكافيه ونباشر العمل بشكل تمام. كافيه سوسيت هو مشان نذكر هو كان لذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. ولازم الداون. تماما. استقطبناه هون مع ذويهم، دربناه هون وعم نسعى لتمكينهم ضمن المجتمع عن طريق هذا الكافيه اللي حيكون لهم بشكل دائم ان شاء الله، ندمجهم ونقدر نستفاد من قدراتهم ليصبحوا فئات منتجه بالمجتمع. طبعا نحن بحاجه لهيك كافه، ونحن هدول الاشخاص يعني نحن مو بس مسؤولين، انه في عندنا مسؤوليه، نحن خلينا نقول هدول ابنائنا وهدول جزء مننا وجزء من المجتمع. ايضا خلينا نحكي عن العوائق والصعوبات اللي عم بتواجهكم يمكن مع الظروف، كيف عم تتحدوها؟ حكيتي على الوجبات، هلا عم يتم توزيع الوجبات بالتساوي، وهل نحن عم نعرف وين عم نوزع ولمين عم نعطي؟ اكيد طبعا التوزيع مدروس ضمن دمشق. نعم. احنا زرنا عدد من المناطق وبالريف دمشق كمان، حاولنا نروح للاماكن البعيده. تحبي اذكر لك بعض المناطق؟ زرنا بالتعاون مع جمعيه الشباب وادي، منطقه اسمها وادي السيل، جبل الرز، رحنا على الغوطه وزرنا داريه، كمان بالتعاون مع فرق اخرى زرنا الكسوه ومنطقه اسمها حفير تحتها. متطوعين عم يساعدونا انه عم ياخذوا كمان عدد من الوجبات ويوزعوهم ضمن المناطق اللي هن ساكنين فيها. نعم.
حلو كتير حنان. طب اليوم من خلال تجربتك التطوعية وخاصة بشهر رمضان، هيك مشهد لا ينسى طبع بذاكرتك، ردة فعل معينة خلتك تمسكي أكثر بالتطوع؟ هلا مثل مرة كنا عم نوزع سلة غذائية لامرأة، فهي المرأة قالت إنه يا ريت كل الأيام شهر رمضان. فلما سألوها الخالات إنه ليش بدك إنه يكون كل الأيام شهر رمضان؟ قالت لأنه نحن هذا الشهر الوحيد فيه العالم تتذكرنا وفيه منشبع نحن. فلما بتشوفي العالم قديش بحاجة وأنت عم تقدمي لها هاي المساعدة، فأنت أكيد بدك تتمسكي بالعمل التطوعي، وخاصة إنه نتمسك بإنه ما يكون بس شهر رمضان شهر الخير والرحمة، كل الأشهر بهي الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها حنان، إن إحنا اليوم بحاجة لكل جمعية متطوعة إيد بإيد مع الجهات الحكومية لحتى نكون سند لبعض بهي الظروف الاقتصادية. وهذا أساس العمل التطوعي، هو التشبيك والتعاون تماما بالبيئة الداخلية والخارجية. يعني نحن بنتمنى انه العمل التطوعي يستمر، بس رح يستمر هالعمل التطوعي خلينا نقول بمناحي اخرى، يمكن ان شاء الله يا رب هيك الازمه الاقتصاديه على سوريا بتعدي وما عاد يكون في حدا بحاجه، ولكن حاجتنا للتطوع، ونرجع بنقول الفكر لا يموت، الفكر هو موجود لانه كل مره عندنا مرحله جديده نحن بنروح عليها. مدام سهيلة ايضا في شيء هيك محضرين له غير انه المشروع تبعكم؟ في هيك مشروع صغير يعني دائما بيتفرع من المشروع الكبير مشاريع صغيره؟ مطبخ حبه بركه حكينا عنه انه هو خلال شهر رمضان، بعد رمضان باذن الله تعالى نحن مستمرين فيه على مدار العام، حيكون له مطبخ، هو مشروع حنضم فيه عدد من السيدات لينطلقوا من خلاله يروجوا لمنتجاتهم ويحقق لهم دخل خاص فيهم. نعم نحن بدنا نقول لكم هيك موفقين يا رب، وتحيه لكل الشباب والصبايا المتطوعين لانه كمان عندهم مسؤوليه حتى يقدموا العطاء بطريقه صح، وقد ايه عم يعكسوا هي الصوره انه السوري للسوري، وقيمنا وعاداتنا هي متجذره فينا مثل ما بيقولوا الاصل دائما غلب، ما هيك؟ تماما. شكرا لوجودكم معنا، موفقين بنشاطاتكم وان شاء الله دائما الخير يا عم سوريا. شكرا لكم، كل الشكر لكم واستضافتكم لنا واجبنا. شكرا لكم، ان شاء الله موفقين باعمالكم دائما، العمل التطوعي هو عمل نبيل نحن كلنا بحاجه له، والله يقدرنا كلنا نقدر نعمل خير مو بس بشهر رمضان، بكل ايامنا لانه دائما مردود علينا. اهلا وسهلا فيكم.